عند الدورات التكوينيه حاولنا باش نسيب ليو مجموعه ديال لي بروفيل الاطر الاداريه المنتخبين وكذلك فعاليات المجتمع المدني، وحاولنا كذلك نشملوا تقريبا جميع الاقاليم ديال الجهه. الموضوع ديال الهجره بالنسبه لنا في جهه الشرق هو موضوع مهم وراه مندرج في اطار البدائق ديالنا. وعلاش كنديروا هاد الدورات التكوينيه؟ باش نديروا التحسيس لكاع المقررين اللي عندهم القرار في الجهه ديال الشرق، باش اشاك فوا يبقاو هاد لاتيماتيك ديال الهجره يديروها في المشاريع ديالها في لي باك وفي البي دي ار، وكذلك حتى على مستوى الجمعيات والمجتمع المدني. اذا على هذا الخصوص اشتغلنا على البروفيل ميغراتوار، اشتغلنا على لا كومونيكاسيون، اشتغلنا على لو مونتاج دو بروجي، اشتغلنا ميم على لي ديفيرون ديفينيسيون ديال لا ميغراسيون. لوبجيكتيف جينيرال هو انه كنديروا هاد لي فورمي، راه تقريبا عندنا 500 واحد فيهم تقريبا 50% ديال النساء. دابا عندنا اطر على مستوى جهه الشرق اللي حاملين هذا المشروع، اللي فاهمين المشروع، وهذا الامر غادي يسهل علينا الماموريه ملي غادي ننزلوا مشاريع على مستوى التراب ديال جهه الشرق. من خلال هذه التكوينات تمكننا باش نحطوا مجموعه من المشاريع، ومن بعد داروا تكوينات اخرى اللي عن طريقهم خدمنا كيفاش ننفذوا هذه البرامج الارض الواقع. بطبيعه الحال كان برنامج جيبومي من طرف إنابيل كان اضافه كبيره بالنسبه لنا، حيث مؤخرا ولات الهجرة تتداول أكثر في الميدان وفي المجالس وفي أرض الواقع، ولات ماشي بحال الطابوهات كما كانت من قبل. طبعاً هذه التكوينات مهمة جداً. علاش؟ لأن خاصة بالنسبة للمنتخب، لأنها كتأهله تكون عنده كفايات معرفية وكذلك تقنية باش يبني مشاريع اللي هي تكون يعني مفيدة جداً وبيان سيبلي للفئة المستهدفة. كان السيدات والسادة المنتخبون على اطلاع بموضوع وأهمية الهجرة كعامل أساسي لتحفيز التنمية المحلية. من طبيعة الحال إذا أخذ الجانب كما قلنا الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والجانب الاقتصادي في الهجرة ودمجه في مخطط التنمية. Nous avons assisté depuis la signature de la convention en 2020 à une succession de formations qui sont très intéressantes. Nous, les élus, ça nous a permis de renforcer nos compétences, de s'approprier des outils qu'on peut utiliser au quotidien. Nous avons assisté à une formation sur la gestion accès, sur le résultat, le suivi, évaluation, l'analyse de données. Et aussi la collecte de l'information. Ces formations nous ont permis d'actualiser nos informations, d'actualiser nos informations, nos statistiques, et ça nous a permis d'être à jour par rapport à l'actualité des informations en rapport avec la thématique de la migration. هاد التكوين اللي حضرناه اليوم ديال إنابيل والتكوين كذلك لريزو هما واحد التكوين مهمين اللي حضروا فيها منتخبين من الجهة. هذا واحد الحاجة مهمة بأن المنتخبين يكونوا على دراية أو التقائية ما بينهم وبين الجمعيات وبين المؤسسات وبين الجماعات في هذا الإطار اللي كنخدموا عليه اليوم ديال الهجرة.